متابعينا في المملكة العربية السعودية، سعد الله اوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم استمرت الأحوال الجوية غير المستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، في حين سارت أجواء مستقرة في باقي مناطق المملكة، مع انخفاض على درجات الحرارة فوق المنطقة الشمالية كانت بشكل محسوس خلال ساعات الليل. نبدأ نشرتنا بصور أقمار صناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في أقصى جنوب المملكة، تحديدا منطقة الربع الخالي وأيضا أجزاء محدودة من المنطقة الجنوبية الغربية، في حين سارت أجواء صافية في باقي المناطق. استعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم باستعراضنا لهذه الخرائط لتوزيع الأمطار. كما ذكرنا هناك أحوال جوية غير مستقرة شهدتها المنطقة الجنوبية الغربية، تكاثرت كميات من الغيوم الرعدية فوق مرتفعات جازان، مرتفعات عسير وأبها والباحة أيضا، في حين سارت أجواء مستقرة في باقي المناطق. لكن اعتبارا من يوم الجمعة بإذن الله يتوقع أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية كنتيجة لاندفاع لموجة شرقية رطبة نحو جنوب الجزيرة العربية، تعمل على حدوث أحوال جوية غير مستقرة في عموم سلطنة عمان وأيضا جنوب الجزيرة العربية منطقة الربع الخالي. تتحرك هذه الموجة الشرقية يوم السبت غربا أكثر باتجاه منطقة نجران وأيضا أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية، على أن تصل هذه الموجة الرطبة إلى المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا خلال يوم الأحد، حيث تشتد الأمطار الرعدية فوق منطقة جازان، منطقة عسير والباحة وأيضا مرتفعات الطائف ومكة المكرمة خلال بداية الأسبوع القادم كنتيجة لهذه الموجة الشرقية الرطبة القادمة من منطقة بحر العرب. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 37 درجة مئوية كحرارة العظمى، أما الصغرى 26، ترتفع يوم الخميس تسجل 38 إلى 28، وتواصل ارتفاعها يوم الجمعة لتسجل 39 إلى 28 درجة مئوية. بالنسبة للحالة الجوية المتوقعة للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، تسود أجواء غالبا صافية مع 27 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة بشكل عام. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية ليوم الجمعة، نبدأ شمالا من تبوك 35 إلى 22 درجة مئوية، سكاكا 39 إلى 23، وعرعر طقس صافي مع 37 إلى 21 درجة مئوية. نذهب غربا نحو المدينة المنورة، أجواء صافية 41 إلى 28، جدة 33 إلى 30، مكة المكرمة 39 إلى 28، والطائف تفرق لبعض الغيوم مع 31 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في الباحة 27 إلى 19، أبها 28 إلى 18، وجزان فرصة لزخات من الأمطار مع 35 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 41 إلى 28، حفر الباطن 41 إلى 25، والإحساء 42 إلى 28 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى. العاصمة الرياض 38 إلى 27، بريدة 38 إلى 24، وحائل 37 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.